طيب دكتور بلال، يعني قد لا توصف بأنها هدنة كون المدة الزمنية هي 4 ساعات والغاية هي نزوح الفلسطينيين إلى مناطق أخرى، والبيت الأبيض يتحدث عن تأمين ممرين إنسانيين. هل هي محاولة ربما وإرهاصة لعملية تهجير؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي حاول منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة أن يقوم بعملية تهجير، لكنه فشل في ذلك. وحتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا من المؤشرات ما يكفي للقول بأن إسرائيل قادرة على إنفاذ هذه العملية. من الطبيعي أن يكون هناك عمليات نزوح بحكم أن هناك أناس فقدوا منازلهم، وبالتالي الممرات الآمنة بين قوسين الممرات الآمنة، يعني من الواضح جدا أن الفلسطينيين في قطاع غزة قد أدركوا أنها يعني عبارة عن شرك يراد بها يعني إخراجهم من بيوتهم، بل سيتعرضوا للقصف خلال مثل هذه التحركات. تم ضرب يعني القافلة للصليب الأحمر، تم ضرب أو قصف مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يعني ينزحون من مناطق الشمال إلى الجنوب. وبالتالي الدروس التي تعلمها الفلسطينيون في الأيام الماضية وخلال يعني هذه الأسابيع من الحرب تشير إلى أن هذه الخطوات لن تفضي إلى شيء حقيقي على أرض الواقع، سوى أن إسرائيل ستأخذ مزيد من الوقت للبطش أكثر بالفلسطينيين. ويعني هي لا تحقق يعني إنجازات عسكرية على أرض الواقع بقدر ما هي يعني تحاول أن تفقد الفصائل الفلسطينية الحاضنة الشعبية وتخلق حالة تذمر أو حاجز نفسي ما بين الفلسطينيين وما بين فصائل المقاومة. نعم.